طيب كابتن سيد، خلينا ننتقل الى الصفقات. هل هناك صفقات قادمه داخل النادي الاهلي، ولا الموضوع حضراتكم كمجلس اداره او كمجلس اداره وحضراتكم كجهاز فني اكتفيتوا بالتدعيمات اللي عملتوها؟ لا احنا عندنا لحد يوم 30، لحد ما يجي يوم 30 عندنا الباب مفتوح محليا وافريقيا. نعم. قاعدين مع الراجل وبنشوف رؤيته وبنشوف وجهه نظره وبننقلها لكابتن محمود الخطيب كمشرف عام للكوره وصاحب القرار والتنفيذ. بسم الله الرحمن، قد يكون طبعا، قد يكون طبعا. يعني في خلال الفتره القادمه من الممكن يعني الجمهور الاهلي ينتظر صفقات اخرى قادمه. قد يكون بالتاكيد. لا قد يكون دي مش فاهمها، قد يكون دي يعني هل من ينتظر ولا ما ينتظرش؟ ممكن قد يكون برضه. طيب هل هناك اي صفقه او اعارات خلال الفتره اللي فاتت دي؟ سمعنا ان هناك بعض الاعارات قد تحدث يعني في الفريق، هل تم الاتفاق على اي اعاره لاي لاعب؟ يعني طبعا في خطوات برضو لبعض اللعيبه. صبري حلمي في كلام كبير جدا عليه في الاتحاد السكندري في الثاني في الروتيش الاخيره. سليف كروبالي كمان يعني جاي له عرض خارجي، في عندنا قعده بكره فهنشوف الوضع ماشي ازاي. في الجزار في احمد علاء جاي له عروض، لكن هنقعد قعده برضه بكره مع الراجل ده. انا مستثمر يوم الاثنين، فبكره ان شاء الله الرحمن هيبقى في قعده يعني ختاميه للحاجات اللي هي بتاعت المرحله اللي احنا فيها دي. لكن برضو الوقت لسه معاك يا كابتن اسلام، انا ما عندناش اي ازمه على فكره، يعني سواء كان في القيد الخمسه المضافين، طبعا حاسس جدا على محمد محمود واصابته لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، لكن يرجع احسن مكان. ما عندناش ازمه في حته القيد لان انت عندك خمسه وعندك استبدال يعني.